بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الحلقة دي هنتطرق لإيه هو الكرتون وول وأنواع الكرتون وول، وهنتكلم بتفاصيل أكتر عن الستيك كرتون وول الفول كابينج سيستم. فخلينا بس نرجع لورا نفتكر إيه هو تعريف الكرتون وول. تعريف الكرتون وول زي ما مكتوب زي قدامنا على الشاشة بالإنجليش: curtain wall is a form of vertical building enclosure which is supported non-load other than its own weight and environmental forces which act upon it. يعني ايه؟ يعني vertical بيبقى في vertical million horizontal transom، وهو بياخد احماله هو بس، ما بيشيلش احمال حاجة تانية. يعني بيحمل بيشيل وزن هو، بيشيل وزن هو اللي هو المليون والترانزم والازاز والاكسسوارز، ده بيسمى بيشيل وزنه الاون ويت بتاعه، وبالاحمال التانية زي الويند لود الديد لود والاحمال التانية اللي هي بيسموها ايه هو الكيرتن وول. الكيرتن في اللغة العربية معناها ستارة، وول يعني حائط. فهو الكيرتن وول يعني لو جينا ترجمناه باللغة العربية العادية الحائط الستاري. يعني ايه؟ يعني المبنى من بره بيبقى عبارة عن ستارة كبيرة جدا مغلفة المبنى كلها، بتبقى عبارة عن ايه؟ عن vertical million وhorizontal transom ومتركب عليهم الازاز. هو بيشيل ايه؟ بيشيل الاون ويت بتاعه، وزن هو، وبعض الاحمال التانية اللي بتحصل بسبب العوامل الطبيعية زي الويند لود السيسميك لود، بيشيل الاحمال التانية موجودة. ايه هو التايبس اوف كيرتن وول؟ في عندنا تايب اوف كيرتن وول في الستيك سيستم، ده اول حاجة واشهر نوع موجود في السوق هو الستيك سيستم. والمباني يعني 70% و75% المشاريع بتبقى ستيك سيستم. والستيك سيستم ده بينقسم الى نوعين رئيسيين: في الفول كابينج سيستم اللي هو ان شاء الله حلقتنا النهارده هنتكلم عليه، وفي الاستراكشر سيليكون جليزنج سيستم ان شاء الله في الحلقات الجايه هنتكلم عليه. الاستراكشر جليزنج سيستم بينقسم الى نوعين: فور سايد استراكشر جليزنج، في تو سايد استراكشر جليزنج. فاحنا اتكلمنا ان التايبز اوف كرتون وول ستيك سيستم ويونيتايز سيستم. اليونيتايز سيستم ده النوع الثاني، يعني انت لو تلاقيت في النوعين المنتشرين في السوق ايه هو، لو اي حد سالك ايه هو التايبز اوف كرتون وول هتقول له ستيك سيستم ويونيتايز سيستم. الستيك سيستم بيجي تحته الفول كابينج سيستم والاستراكشر سيليكون جليزنج سيستم. والاستراكشر جليزنج سيستم بيجي منه الفور سايد والتو سايد. واليونيتايز في عندنا نوعين من اليونيتايز سيستم، هنبص هنا في الفول يونيتايز سيستم وفي السيمي يونيتايز سيستم. والاكثر حاجه مشهوره الفول يونيتايز سيستم. الفول يونيتايز سيستم بيجي فيه منه نوعين مشهورين، الفين والميل والفيميل، يعني ده الميل والفيميل ده اكتر حاجه مشهوره. وفي السيمتريك سيستم اللي هو بيبقى المليون شبه الترانزم، هنتكلم عنه ان شاء الله بتفاصيل اكتر في الحلقات الجايه ان شاء الله. خلينا ناخد نعرف ايه هو الستيك سيستم قبل ما ندخل اكتر في الشرح بتاع الفول كابينج الستيك سيستم. فايه هو الستيك سيستم؟ الستيك سيستم in this system the vertical million and the horizontal transom are installed in MSSS aluminum. بيقول لك المليون والترانزم بيتثبت في MS mild steel bracket او stainless steel bracket او aluminum bracket. يعني احنا عندنا المليون بيتثبت ببراكت ستيل او الومنيوم او ستانلس ستيل. بس احنا غالبا المشهور عندنا هنا لو الاحمال بسيطه ومش مش مش الويند لود والديد لود قليل بنستخدم الومنيوم براكت زي ما احنا شايفين هنا في المنطقه دي بنستخدم الومنيوم براكت. لكن لو احمال كتير بنستخدم الستيل براكت. الستانلس ستيل دي يعني موجوده بس احنا ما بنستخدمهاش، يعني انا عن نفسي ما استخدمتش ستانلس ستيل براكت في حاله الكرتون وول. بنستخدم لا ام اس مايلد ستيل يعني ستيل براكت او المونيوم براكت. البراكت دي بتثبت زي براكت which are anchored to the column slabs. يعني البراكت دي بتثبت في السلابس في السلاب او في الكولومز في الكونكريت كولوم او السلاب كونكريت. cut to size glass it fixed on the grid which pressure plate. يعني ايه اللي بيحصل؟ بعد ما نركب المليون بنركب عليه الجاسكت، وبعد كده بيجي نحط الازاز، والازاز بيضغط عليه بالبريشر بليت، والبريشر بليت بيضغط عليه بالكفر كاب. فهو ده الفول كابينج سيستم اللي هنتكلم عنه في المحاضره دي ان شاء الله. انا بصيني هنا
ده الفول كابين سيستم، هنا في ده مليون، وده الترانزم، وده الازيز، ودوت البريشر بليت، وده الكفر كاب. يعني احنا لو بصينا في الصورة ديت هتلاقي بيوضح ده المليون، وده الكفر كاب الفيرتيكال، وده الهوريزونتال كفر كاب اللي هو الكابينج سيستم. فاحنا لو بصينا في المشروع دوت هتلاقيه فول كابينج سيستم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله هنتكلم عن الكابينج سيستم. زي ما احنا عرفنا الستيك تول بينقسم من نوعين رئيسيين، نوع الكابينج سيستم والاستراكشر جليزنج سيستم. فاليوم ان شاء الله هنتكلم على الكابينج سيستم، وفي الحلقات القادمة ان شاء الله هنتكلم على الاستراكشر سيليكون الاستراكشر جليزنج سيستم. فالكابينج سيستم من اسمه معناه كاب، يعني كاب يعني غطا، يعني بيغطي حاجة. فانت لو بصيت هتلاقي الكروس سيكشن اللي موجود عندنا دلوقتي بتوضح ان وانت خارج المبنى لازم تشوف الغطاء الكفر كاب اللي هو ده بيسمى الكفر كاب، بتشوفه من خارج المبنى، ما بتشوفش اي سيليكون خالص. فخلينا ندخل ونشوف ايه هي مكوناته. ده اول حاجه، ده المليون. المليون ده اساسي في اي حاجه، في ستراكشرز، يعني في ستراكشر سيليكون، في كابين، في اي سيستم لازم يكون موجود المليون ده شيء رئيسي. والترانزم طبعا هنا ده المليون جاسكت، ده رابر اللي بيركب على المليون. بعد كده في الايزوليتور، ده العازل بين الحراره الخارجيه والحراره الداخليه للمبنى، بيبقى بين المليون والبريشر بليت، فده الايزوليتور. وهنا في موجود البريشر، هنا الجاسكت بتاع البريشر بليت، وده اسمه البريشر بليت، وده الكفر كاب. طبعا الالوان يعني الفينيشنج لازم يكون المليون طبعا ليه كلر فينيشنج، والكفر كاب غير كده مش محتاجين. يعني بريشر بليت عادي يكون لون الالومنيوم لانه هو مخفي ومش ظاهر خالص. فاحنا دلوقتي هنتكلم ازاي بنقدر نثبت فكره تثبيت، يعني فكره التثبيت بيكون ازاي. اول حاجه بيجي المليون بركب فيه الجاسكت بتاع المليون، بعد كده بيجي يركب الايزوليتور اللي احنا شايفينه ده، بيركب الايزوليتور، بعد كده بيجي يركب الازاز، بيجي على الرابر، وبعد الازاز البريشر بليت بيجي مع الجاسكت راكب عليه، بنركبه وبعدين بنربطه بسكرو. السكرو دوت لازما بيبقى في السنتر، بيركب في السنتر بتاع البريشر بليت. يعني ده احنا شايفينه هنا كويس، تلاقي ده السنتر، الجروب بتاع السنتر، وبعدين بنضرب السكرو بيوصل لحد الرقبه بتاعت المليون. طبعا السكرو ده لازم يكون متناسب، يعني القطر بتاع السكرو لازم يكون متناسب مع الرقبه دي لانه هو بيدخل جواه. فكل سيستم دي السكرو بتاعه، السكرو خاص بيه، والسكرو ده مهم جدا لان هو اللي بيربط، هو دلوقتي هو اللي بيربط وبيمنع دخول الميه، يعني هو اللي بيعمل تايتد، يعني بيعمل تايتد جامد للبريشر بليت على الازاز، فطبعا بيمنع دخول الميه. وهنتكلم بتفاصيل اكتر عن البرفورمانس بتاعت كل سيستم. فاحنا زي ما احنا شايفين السكرو بيتربط بيوصل لحد الرقبه، وبعدين بنركب الكفر كاب، بيركب الكفر كاب كليب، يعني بنضربه مش محتاج سكرو ولا اي حاجه، بكليب والهوريزونت عليه كفر كاب. وغالبا الفيرتيكال كفر كاب يبقى الدبس بتاعه اكبر من الهوريزونتال كفر كاب على الترانزم. فخلينا نبص نشوف الترانزم برضو عامل ازاي. ده احنا شفنا الترانزم اهو، الترانزم وبرده نفس الفكره. هنبص برده جوه هنشوف، هنتلاقي الشيرد بلوك اللي هي راكبه في المليون والترانزم بيثبت عليها. وهنا زي ما احنا شايفين برده الترانزم والجاسكت والايزوليتور والبريشر بليت والكفر كاب. طبعا السيستم اللي هو الكابينج سيستم، بس دلوقتي هنشوف على الكتالوج. هو ده الكروس سيكشن اللي انا كنت موريه، كان جوتمان سيستم. فاحنا دلوقتي هنتكلم عليه في الكتالوج. فهو ده المليون زي ما انتم شايفين، اوكي، وده الايزوليتور، اوكي، ودي كونكتور اسمها جوين كونكشن او كونكتور او شير بلوك، وده الترانزم.
دوت الترانسيف، وده الايزوليتر الهوريزونتال ايزوليتر، وده الفيرتيكال ايزوليتر. فزي ما احنا شايفين بيجي الجوينت كونكشن اللي هو الشير بلوك او الكوبايه، بيتركب بخمس مسامير، بعدين بيدخل جواه دوت، بيجي يدخل جواه انسيرت، بيدخل جواه وبيتثبت من قدام بمسمارين. هدي الفكرة العامة بتاعت ازاي بيتركب الترانزم على الميليوم من خلال الكونكتور. زي ما انتوا شايفين دوت ده نظام الستيكر تنول الكابينج سيستم، بس يفضل ان الكابينج يكون اصغر، الهوريزونتال يعني يكون اصغر من الفيرتيكال. يعني في سيستم بيبقى الكابينج الهوريزونتال بيبقى اصغر شوية. لو احنا بصينا هنا هنشوف الكابينج العرضي ظاهر، فده من عيوب دي يعني. فيفضل ان الفيرتيكال ده يكون اكبر شوية من الهوريزونتال.